فعلا النساء دي بحر كبير قوي، وربنا يكون في عوننا. احنا كرجال محتاجين مننا مجهود جبار في السباحة قوي عشان نوصل لاخرهم، وفي الاخر بنفاجئ ان احنا ما وصلناش لحاجة. في نساء كده علم الفلك يقول لك الشعر بتاعها بالظبط افضل تشبيه زي شعر الخيل، وكمان رموشهم جذابين قوي. هو ده بقى موضوع حلقتنا، ويلا اهلا باجمل عيله واجمل ناس في الدنيا. سريع الجديد، عرفنا بنفسه، نرحب بيه، واللي ما اشتركش يشترك، ده عشان نفضل متواصلين مع بعض. وتوقعوا معانا اكتر 6 نساء بينطبق عليهم الموضوع ده بدرجات. اي نعم اي نعم، الوراثه ليها دور شويه، مش هنختلف، بس علم الفلك برضه بيقول كلمته. نبدا بقى كده نكتب كل انثى تتوقع هتيجي معانا ولا لا، وفي المركز الكام، ولو انت رجل تتوقع برج حبيبتك او قريبتك ممكن يجي معانا في حلقة النهاردة ولا لا. في المركز السادس هي المرأة الحديدية، أنثى برج الجدي الترابي، من النساء اللي ممكن، ولكل قاعدة استثناءات ينطبق عليها جدا الموضوع ده. الشعر اللي هو زي شعر الخيل كده بقى، واللي يوصف الشعر الطويل اللي هو السلس اللي هو المميز اللي هو إلخ إلخ إلخ، والرموش خصخص للرموش، التكالي على الرموش، ميز للرموش بشكل خاص بتاعت الأنثى المنشمخة. دايما أنا أقول أنثى برج الجد من الإناث المنشمخة، انشماخ عالي جدا وحاسة بنفسها. نعلى ونوصل، احنا معانا 7، الجدي في السابع، نوصل للمركز السادس هنلاقي الشعنونة القوسية، أنثى برج القوس، برضو من النساء اللي داخلة معانا في موضوع حلقتنا. والشعر مميز، والشعر قريب من شعر الخيل العربي الأصيل بقى، وكلام ياما. مشكلتي إن أنا ما بعرفش أوصف، أنا لو بعرف أوصف هقول وأقول وأقول، إنما القوسية محظوظ اللي يرتبط بيها في النقطة دي، إضافة لخفة دمها ودلعها وسلاستها كمان. يا عم معاك الشعر ميزة، هنيئا لك. ومش معنى كده ان النساء اللي مش هتيجي معانا في حلقة النهاردة شعرها وحش، انما في شعر طويل، في شعر ناعم، في شعر اسود، في شعر اصفر، في شعر احمر، في شعر كده. يعني الموضوع بدرجات، احنا بنتكلم على نوع معين من الشعر، وبرضو كل قاعدة استثناءات والعوامل الوراثية بتلعب دور صراحة في الموضوع ده. نخلي بالنا من النقطة دي. هنوصل للمركز الخامس ونخش في الجد أكتر وأكتر، إنما كالعادة يا ريت ندوس لايك ونشير توصل لبقية أصدقائنا اللي بيسألوا، رجاء لو شايفين الحلقة دي مفيدة. اللي حلقتها النهاردة آخر أنثى في النساء في سلسلة نساء الأبراج، البونبوناية أنثى برج الحوت، حلقتها النهاردة النهاردة، وشوفوها في المركز الخامس. دخلنا بقى في جد الجد، دخلنا بقى في الجد، اوعى وشك وسع، أنوثة طاغية، وكمان شعر، هي ناقصة، هي ناقصة يا حوتية، انت عايزة تعملي ايه في الرجال اكتر من كده؟ خف عليهم شوية وبلاش، يعني الرحمة حلوة. طبعا، واللي تعامل مع إناث برج الحوت قادر ان هو يأكد على كلامنا في حلقة النهاردة، وشعره انثى برج الحوت حتى لو مش طويل قوي، انما هتلاقيه بينطبق عليه كلام او الموضوع بتاع حلقتنا قوي، لتكتمل انوثتها الصارخة جدا. نخش بقى على رباعي خط النار، نخش في الموضوع بقى. رباعي خط النار ده اذا كان ده حال اللي سبقوهم، فما بالكم برباعي خط النار. في المركز الرابع فارسة الأحلام، أنثى برج العقرب، يا خرابي على الرموش وعلى الشعر، أنا مش عارف إن أنا أتكلم. الشعر السايح اللي هو شعر خيل يا جماعة، شعر خيل. أنا جايب وصف في حلقة النهاردة عشان ما تعبش كتير وأنا بدور على ألفاظ ومصطلحات، والمراكز بقى توضح لكم الفروقات. العقروبة في المركز الرابع،
مما يسهل من مهمة القوة الناعمة الضاربة اللي بتتمتع بيها، ولما تلعب بقى في شعرها العقروبة مع نظرة برموشها دي، وبتود الراجل في 60 داهية، أقسم بالله. وياما ياما ضحايا العقارب بالآلاف بالآلاف. اكتبولي في التعليقات الحتة دي، وخفوا شوية برضو على الرجال. في أنثى في الموضوع ده أعلى منها في الموضوع ده، بس في المركز الثالث مين توقعها؟ الفارسة العنيدة، أنثى برج الحمل. دي بقى مش شعر ورموش بس، دي حواجب وحاجات كتير قوي. أنثى برج الحمل الناري من الإناث المدمرة في الموضوع ده، من الإناث اللي هي دي بقى الخيل بنفسه، يعني الخيل ذات نفسه بقى، يعني في الجسد وفي الشعر كمان كملت. انتوا متخيلين أنثى برج الحمل دي عاملة ازاي؟ فارسة فارسة يا جماعة، مش بس في شعرها، في جسدها كمان. ما احنا اتكلمنا كتير في النقطة دي. وإن كان ده حال اللي في التالت، ما بالكم اللي في التاني؟ ما بالكم متصدرة الترتيب؟ مين توقع؟ مين بيكتب؟ طب مين داس لايك؟ طب مين عمل شير؟ أنثى برج الأسد زعيمة العصابة، وسع قوي لزعيمة العصابة اللي بتنفرد بالمركز التاني. دي بقى صعب استثناءات القاعدة بتاعتها، يعني صعب تلاقي أسدية ما فيهاش النقطة دي، صعب قوي. وإن كانت هتلاقيها موجودة برضو. أنثى برج الأسد دي يعني من الإناث اللي بتزاحم بقوة صاحبة المركز الأول، وتنافسها في منافسة شديدة قوي في حلقة النهاردة على المركز الأول. وخلوني بقى من هذا المنطلق أقول، مين الأنثى اللي في المركز الأول؟ مين توقع؟ ومين إحساسه جابه وذكاؤه جابه؟ مين اللي هتجلس على عرش النساء النهاردة في الحلقة المميزة دي؟ مين توقع بأمانة؟ اكتبوا في التعليقات. قنبلة الذكاء، أنثى برج العذراء الترابي، بتتصدر كل نساء الترتيب عشان تجلس على عرش المركز الأول في حلقة النهاردة. أكتر أنثى ممكن ينطبق عليها حرفيا موضوع حلقتنا، وقد إيه شكل، رموش، شعر إناث العذراء مميز قوي، وينطبق عليه المعنى بتاع حلقتنا. إحنا قلنا التميز في الشعر أنواع، في شعر جماله في طوله، في شعر جماله في قصره، في شعر جماله في نعوميته، في شعر جماله في تقله، خلي بالكم يعني، في شعر جماله في خفته. فاحنا خدنا نوع واحد، تمام. عايزين نعمل بقى بقية الانواع، قولوا لي في التعليقات، انا بقرا كل تعليقاتكم عشان ما حدش يقول طب اللي ماجوش ايه شعرهم وحش. لا ما قصدتش كده، رجاء انت خلي بالكم عشان ما تظلمونيش، انا بقيت بتظلم كتير قوي منكم الفترة الاخيرة. اكتبوا لي بقى اراءكم في الحلقة دي، انا بكون سعيد جدا بيها. وشيروا على قد ما تقدروا، زي ما انا قلت قنواتنا التانية اللي بيسأل ازاي تواصل معايا، كل ده في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات لو انت على الفيسبوك. واي حد غير محمد ابو زيد بتشوف فيديوهاتي عنده، ده نصاب ابن نصاب، الغوا على طول متابعته. والى اللقاء يا اجمل واطعم واحسن ناس في الدنيا.